الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. الشكر موصول للصاهرين وجماعة الزنغان وإخواننا في جمعية المجتمع المدني على هذا اللقاء المبارك إحداث هيئة المستوى تكافؤ الفرص مقاربة النوع. كانت الحلم ديالنا ديال جمعية المجتمع المدني هذه مدة هذا لتسجيل النضالات ديال جمعية المجتمع المدني في الحقيقة عدة مرات كنناقشوها مع المجلس الموقع، جوج مرات كانت غادي تشكل كاع المكتب غادي تشكل من بعد ما توصلوش لهذا الأمر. المهم دابا كنباركو نتمنى وإن شاء الله غادي تشكل هاد اللجنة، لجنة هيئة المستوى وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وغادي تشكل على حقها وطريقها. ثانيا فعلا ان جمعيه المجتمع بناء الزنغان جمعيه فاعله، جمعيات تساعد، جمعيات تواكب، جمعيات تشارك، جمعيات بمعنى الكلمه، ومعروف في الاقليم وفي الجهه. بالنسبه لمجموعه من الشكايات او مجموعه من العرائض او مجموعه من الندوات او مجموعه من المستجدات التي تتبادر بها جمعية المجتمع بأزغنغان، يتم الإنصاف من طرف الجماعة ومن طرف السلطات ومن طرف المصالح الخارجية كالمال كهرباء إلى غير ذلك. لكن ما نلاحظه في مدينتنا هو أن نتيجة الإنصاف يعني غير مجدية، يعني ماشي ما كتحققش لا تصبو الى مواقف جمعيات الزنغان. يعني المشاركات اللي كتشارك بها والمشاكل التي توصلها الى كل من هذه المؤسسات، يعني ملي كنلاحظوا كنمشيو النتائج ما كنلمسوش النتائج يعني اللي بغيناها حنايا كجمعيات مجتمع مدني. اذا كمدخل نتمنى من هذه اللجنه، يعني ماشي نكونوا اللجنه الهدف اللجنه، لا، انا شخصيا وفي جمعيتي ارى الهدف من هذه المؤسسه هي ان تحقق اهدافها. ما هي هذه الاهداف؟ هو ان يتم الانصاف ومقرونا بالتفعيل، يعني تفعيل المشاركات ديال هذه جمعيه المجتمع المدني. يعني جمعيه المجتمع المدني ماشي تكونوا هاد الهيئه فعلا وضعت واحد الاطار غادي نشتغلوا فيه، داك الاطار راه كيهم القضايا ديال المدينه. يعني كنا باغيين حنا حاضرين هنايا باش بغينا تنميه المدينه، كل هؤلاء عندهم غيره على هاد. انا لا اوضح ولا اقترح وانما اطرح، نحن نتكلم عن تكافؤ الفرص، فانا هل اضمن نفسي في هذه التكافؤات أم هي حبر على الورق؟ عندما رفض أحد التاكسيات أن يأخذني معه، هل دخلت الجمعيات لتدافع عني؟ والسنة الثانية لم أحصل على المنحة إلا بعد صراع مع الوحوش، فهل دخلت الجمعية لتدافع عني؟ حتى الكراسي المتحركة قد لا تجدها، يعني مشكلة يعني يجب أن تطرح. يعني نحن نتحدث عن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، حتى كيف نرى نستطيع أن نميز بين الرجل والمرأة، لكن لماذا لا نخرج نتحدث عن الواقع، عن يعني الفئة المهمشة حتى لا تجد يعني طرق. يعني حتى أتيت إلى هنا يعني كل مرة يعني أستعين بشخص يساعدني من أجل أن أصعد إلى مكان يعني غير الذي أنا فيه، يعني حتى في الطرقات وكل شيء، يعني هناك معاناة، هذه على الإنسان أن يتحداها، نعم، ولكن يعني تكافؤ الفرص هل أنا أضمن نفسي فيها؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه. هي الفئة مع غير هذه الفئة، نحن نتجمع معها، غادي تكون إن شاء الله. بفضل الطرق لجن التعقيب هو مع رئيس مجلس جماعة الزنغان أنه في مؤشر بن يوزان وعلي الصلاة في النحن الشي
نحن دقاً ما تهوى النهنية لكن شارك ندير هاي أين الحديث مدام نهنية وعلان الزان متوالي بثنا وعلان لكن شي تولي ندير في السيان نسوطس لما حن أكسين الحموس ونغاني قصد هو نولي من هنا غسع ثالثي ديج النقطة النقطة المغنيت أنه لمدة المساء توان شكي ديج زرين القانون الداخلي ربما تولي سجن النقطة شو السينة واش سهوان نير توكس ذي القانون الداخلي يغلق نش لسجن النقطة بالإضافة إلى تجربة في بناء التنمية البشرية خبرة في مجال الاجتماعي التنوع ليسكون كاش مبدأ عن مبدأ الاستقلالية ثالث الدول تساؤلها أنه مبدأ تم حذفه مبدأ الاستقلالية أنه يغيد انضم للهيئة أسريج الاستقلالية للعمل للهيئة الثالثة ثالث النقطة نقطة مغلية أنه الدولة غير مدخلة مزوارتي كأستاذ أحبيتي أنه إن العمل الجمعوي في الدين المزغنغاني هو نجم الدرجة تمقرت يعني ربما خير دليل على ذلك أنه بإخضان عمل نموذجي للعمل الجمعيات بسيطه في المزرغان يجي العمل ولكن نتمنى ما مشينا رمزوها انه من دغن كنهار هذه الهيئه وتقيمتها بالتعيات ثالثه ولكن خصنا مش غير نفعل الهيئه راسي ديجن فعالي وما حنا غنصوت راسي ديجن فعاليه راسي ديجن قدره في الاقتراحات اطاح الزاد زهندي ثالثه خصنا جمعيات تيري قوات وقوات وغاسلت روم غزال وما حدنا وقام هنايا يخسر ما مش غادي نأطر جمعياته مش غادي نكون جمعياته لأنه للأسف أنت في مجموعة من الجمعيات وقع شيء طاس ولكن أنت في جمعية وغاسل كاتب العمل ولا جمعية ما يساويش جمعية بس غادي نسأل في جمعية كمؤسسة خدم بآليات ولكن سواه جمعية أشخاص جمعية فلان جمعية فلان جمعية فلان لكن دوان تساؤل يبقى شي برمي غناهو نسيو الجمعيات كاساس جمعيات مؤسساتيه يعني خدمت وغاس تروطا خسرت من تنديد النقطه المغنيت انه ربما الجمعيات اللي ديت مزمن غير من داخل انت بتقرح الماضي دور تمشي لين تطلع حوايج في الجمعيات اللي تستكبر لذا يتقيم يجي التساؤل انه نيوض غير من نوض ديال عمل الجمعه ضبط ولكن واش المجلس الجماعي في مدينة المزرقان مع احترامات كبار الأعضاء النص يوضع بلان اللي هو كيكون النضج يغاضي نظمت العمل الجمعوي في مدينة المزرقان يعني هو ربما تبين أفكار تبين مشاريع ولكن تبين تقدم المشاريع عن الأفكار تكون عاد ذي العراقي لما عراقي يا إما وهجن وكذي ذي نفس الأفكار يا إما وغاري ولا نشرح محسن وأن تكون السلسل اللغة من انعدام في قجر لذا انه اول حاجه خاص نخدم هو ان نعتقد ان المجلس الجماعي العمل الجمعوي اللي ندير في المزغنغان عمل جمعوي اللي ندير في المزغنغان يلو حزات من زيرو حزات امكانيات السن الذاتيه يعني جمعيه اللي بيه فغم كون اللي خمسه الطعن خمسه ويظل على المستوى يوميا لذا نتمنى المجلس الجماعي اللي ندير في المزغنغان المجلس النس ولم تدي واجب مطهوره إذا يضبط الجمعيات وشكرا الناس يعرفون ما بدوش يكون على هذا والله بالكان في الناس مثلا عندهم خبرات هذه التي فتحنا باش عاد عن كرسي اجواب واش يديروا غالي الناس ان التعليم كاين في الباقي المديزين عندنا نطلقوا جميع باش هي تكون في جميع المجتمع المدني مكونه ديال المجتمع المدني النقطه الثانيه الاستقلاليه التامه للعزائر النقطه الثالثه القاعات مش هنا عنده قاعات اجتماع في كل بلد يعني باش تكون الهيئه عندها والكثير عندها المفروض اللي عندها في البلد كالمواد البشريه مسائل كل شيء تكون اجتماعات اذا قاعات جماعات بلد اللي كنديروا اجتماعات ديال الدورات ثم الهيئه ديالها والجميع حاجه كندور الدوره ديالها الدوره ديالها والاجتماع ديالها المفروض لها الجميع يعني وهذه النقطة اللي قلتي هو أنا عارف الجمعية كاينة اللي خدامة اللي جمعت كتعرف البلدية عندها واحد الفصل ديال الجمعيات وتبارك الله عز وجل أنا عندي تقريبا 200 جمعية. أم؟ الشعب ماشي شعب ولكن واحد دواء الصناعي عنده واحد السيد في الإطار الجمعوي على الصعيد الوسطي مدينة صغيرة
كاين اقاليم كاين بعض اليوم الحكومه الكبرى الصغار احسن منها الجمعيه كاين ناس ديالنا كاين ماشي كل شيء حلال ولكن المشكل اللي عندك يا جماعه ما عندناش الدعم وحنا ماشي ما بغيناش داخل الوزاره ديال الداخليه ما كتعطيش يقول الجمعيه خصها دير هذه الحوايج هذا ما كيقوص ولا دابا كيخنقوا الجمعيه ما كاين ما كاينش لا كاين العلو والنبيبه والضاد يقول لك الجمعيه كاين شي حاجه الدوعة كاين كاين العلو والنبيبه ولا قضيه الجمعيه المجتمع المدني ما يحضرش غير التواصل بحال اللي سيدوا على الخارج لان خوتنا واحباب ديالنا منطقه كلشي راه كاين في الخارج جميع الدول ديال اوروبا التواصل معاهم وكاين جمعيه عندها التواصل جالب ما وصلنا للمسائل الكبرى وما تكلمنا عنها الا انا اليوم السلام الله عليكم جميعا السيد الساده انا عندي ملاحظه على الماده 25 من قانون الداخل مشروع القانون الداخل هناك كلمات يمكن ان تعمل الهيئه نحن نعلم ان اللجان الدائمه التي تشكل المجلس هي لجان استشاريه نفسها نفس هيئة مساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هي أيضا لجنة استشارية إذا لماذا يمكن أن تعمل؟ لماذا لا تعمل هي جنب إلى جنب مع هذه اللجان؟ تكون اللجان هذه اللجان نضع لها قانون داخلي يعني بدل ما تكون عندنا 40 الهيئة تتكون من 40 يعني السيد الرئيس كيف 40 ما يمكنش يخبر مرة واحدة هذا 40 اللي تقسموا على حسب الاختصاص او لا على حسب الهيئه اللي عندنا وتبقى تحضر جنبا الى جنب لان المجتمع المدني ان الجمعيه هي اقرب الى الساكنه هي اقرب الى مشاكل السكان هي اقرب يعني كتكون وضعت ذلك القانون على مكامن خالد ومكامن قوة داخل المجتمع اذا هذه الجمعيات هذه هي اللي خاصها تحضر مثلا بتصاميم التهيئه شكون اللي يعطينا رؤيه واضحه من غير ممثلين ديال الجمعيات هذه الهيئه ديال المساواه وتكافؤ الفرص لانه هذا الناس اللي غادي يختارينهم هنايا مثلا مساله البيئه غادي يكونوا هما اشطر من باقي اللجان وانا مش كنطيح من اللجان الاخرى بالعكس انا اين يشتغل انا ايضا كنت في لجنه وكنعرف بان بدون هذه اللجنه هذا ما غاديش نقدروا مستوعبين وشكرا المجلس البلدي جميع اللجان اللي عندنا تكون معاها يا الكبير والرئيس والمكتب وجميع العرب وجميع الموظفين في كل واحد اختصاص ديالو هذه هي بحال واحد العوض بحال تقدر بلا تدعو هي عوض المجلس البلدي ماشي تقدر واحد اللي بغات اللجان التعميميه شي عندها في جميع المعطيات اللجنه ديال الشرطه العماريه اي لجنه من اللجان البلديه نعم قول يا كريم الكلمة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أولا تشكى السيد الرئيس في مدير المصالح الإقتصادية على المجهود اللي كاين باش السلطان هي هي المجتمع الصغاري ويمكن ثاني شنو هو التفعيل هي تفعيل ربدا سميتي لشان الاجتماع من مونيتاتين للجان الجماعات للدورات الجماعات كلشي كيما حل على والو التفعيل والو ما يمين الاليات ما المشكل في اليات التفعيل شي حاجه انا ديني جوج بعض المقررات المجلس الجماعي لم تفعل دين التوصيات المجموعه الجمعيه لم تفعل ثم شنو على حسب شنو الدستور المغربي كلشي ولا شي والو الدستور غير احسن دستور للعالم ولكن غير مفعل هو المجتمع الصغير شنو كنت عمالين هي ايضا تشكل لها فتاتين حتى الموالي وكيف هي ان تنجح عندها هذه النقطه اولا الناس اللي غيكون فيها والمجلس البلدي يكون مترافق معاه دون ضغط الناس اللي غيكون فيها اللي غادي يكون فيها ماشي غير المجلس ديالو ماشي خصها يفكر على المسؤوليه انا لو سجلت تما والله عم لا استخدم شيء يجري بلادي والبلديه تكون معاه متوازي خط دون ضغط باش تمشي ولكن كاين شي مرة كندخلو حتى شي حاجة من الجهة ولا شي حاجة كنسجل الاسم ديالو ولكن دوك الريح دابا غير ميزر اللي اجتماعي وراه ما كاينش اللي تخطي حتى وفي يوم بدنا نسعدو ندخل مع السيد والسيدة والسيدة خدنا الخدمة ديال اليوم باش يحدث الاجتماع يخصها يشرب تعرف
لكن تقولين لو شو واحد يخدم لها واحد يفكر قبل ما يدخل إلى عند الوقت إلى عند ما يدخل حين أشياء أنا في الوالد ما غير شو أنا إيش حاجة البلاد والمدينة دي قاعد يخدم كان فلوس كدير مثل كدير وقت ذاك اللي كاين ودير هذا الموضوع سي علي خارج ناقشنا في المجلس دابا حنا في هذا النظام الداخلي نرجو تفضل واخا خارج المجلس خارج الموضوع ولكن مهم 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 حنا معاك حنا معاك حنا كنبغينا عايشين عام اللي غادي تكون ماشي غادي تكون خلونا بزاف كاين سي علي تفضل تفضل سي علي فيما يخص المقطع ديال الموضوع المجتمع المدني الشراكه انا كنقترح يعني جميع الفعاليات ديال الغنغان والمجتمع المدني يشاركوا ويدخلوا وجميع اللي يبغى يجي عندنا عنده اهتمام في هذا النقطه مرحبا به يجي على اساس نديروا يد في اليد باش ان شاء الله هذه السفينه يعني نشوفوا بعيد